كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كيفقتوا من التماره ديال العيد؟ انا صافا صافا، وكي البارح راه نعسنا طحنا هكا، ودابا طالعه انا وهشام باش نشرو الجديد. ناري الشمس والشمس طلعت كسكيطه، خصنا نعوضو الباراسول نسيناه، خلينا البارح الباراسول هنا. الناس مخليين بلاصتهم، كان عاد عاودو يتغداو هنا يمكن. المهم البنات غنمسحو هاد السلوكة، غنمسحوهم. طلعت واحد لينكس فازق باش ما يطلقليش الوسخ فيهم. موسخين نيت، موسخين. غنديرو غير فهاد الاول واقيلا براك ومسحناه. ها هما القديدات ديولي شويه القديد. نشرهم ما قديداتي. درتيها شويه البنات، قلت لكم غير بوغ ايناس، كل مره ندير لها واحد في كسكسو وصافي، غير تلق لينا غير داك المذاق، نحيدو الشهوه وصافي. صافي دابا البنات غنخليهم يكرمو، ما نعاودش لكم واحد الحراره، واحد الحراره عينيا ما قدرش نحلهم في الشمس. دونك غنخليهم دابا حتى الليل نعاود ننزلهم، وهكا عاوتاني الصباح. ودابا بنات جا وقت الغداء، اش غندير قررت ندير لهم المبخر. جبت واحد طريفه اللحم هنا باش مزيان انكم تكونوا كاتبين عليهم السميات، كاتبه عليهم المبخر ديكونجلاو. صافي غندير عليهم غير شويه المليحه، شويه ديال البزار، واحد القطيره ديال زيت العود. لا بغيتو تنسموهم بلازارب دو بروفونس، بالزعتر، شي حاجه ما بغيتوش، صافي خليهم غير بحال هكايا. انا درت واحد شويه ديال لازارب دو بروفونس وصافي، يعني هادشي تيبقى اختياري، كاين اللي ما تيدير فيهم والو كاع حتى عطريه، تيبخر اللحم كومسا، يعني كل واحد يدير اللي بغى. واحد القطيره تنبغي انا ديال زيت العود فيه وصافي. غادي نحاول ندخل داك العطريه كامله هكا في اللحيمات، وغادي نديرهم البنات يتبخروا غير في البرمه، ما غاديش ندير كوكوط، غير البرمه. غادي ياخذوا شويه الوقت ولكن مازال الحال، مازال الحال يلا فطرنا، ما مزروبينش على الغداء. فانا درتهم في البرمه، غادي نغطيها ونخليهم على خاطرهم حتى يتبخروا. وهنا البنات شنو غادي نرافق الطبق ديال اللحم، غادي ندير شويه ديال لي ليغوم ديال الخضره في الفران، وغادي ندير الرز بسماتي. حتى هو الرز غادي طيبو ايناس، عندها واحد الوصفه زوينه ديال الرز، وانا غادي ندير الخضيره. دونك هنايا الخضره خذوا نتوما يعني اللي غادي يكفيكم. انا بالنسبه لي هاد لا كونتيتي كاف، يعني لانه اسماعيل ما تياكلهاش، ايناس غير شي شويه، يعني غير انا وهشام تقريبا. دونك خديت هنا واحد النجله، المهم باقا لها شويه. قطعتها هكا طويوله، نتوما قطعوها باي طريقه، دواور اللي بغيتو، ما يكونوش عاوتاني رقاق بزاف، لان الفران دغيا تياكل الخضره. الفران ديالي هنا راني شاعلاه، انا دايره الفرفاره، يعني اللي ما عندوش فرفاره ما يديرهاش، شعلاه وراه تيسخن على تقريبا 200 درجه، يعني غير نقطع هكا الخضره غادي نديرها. خديت واحد جوج قريعات كورجيت، حتى هما قطعتهم بهذه الطريقه هذه طوال، راه فيت فيت يطيبوا البنات، يعني ميم با واقيلا شي 18 دقيقه ولا 20 دقيقه كانوا طايبين، يعني فيت في ربع ساعه كاع، ربع ساعه كاع الا جهدتوا الفران 250 راه ربع ساعه يطيبوا. وفلفله لا عندكم فليفلات بالالوان، حتى هما تيجيو تيحمقوا، انا ما عنديش، كنت مقديه غير فلفله خضراء، ما شريتش هذيك لي اون كولور.
قطعتها هي بطريقه كيف ما بغيتو. انا قطعتها هكايا بحال مستطيلات. هاد الطريقه تاهي راه تجي زوينه البنات. عندها واحد لا ماريناد غادي نشاركها معكم، حتى تطيب الخضره وتديروا لها واحد لا ماريناد تتعطي فيها واحد اللذه تتحمق. المهم جربوها وردوا عليا الخبار. هنا بصيله عاوتاني حتى هي ديروا القدر اللي بغيتو. انا درت غير وحيده هكا دواور، هي راه فاش تتفك هذوك الدواورات راه تعطيو اون كونتيتي. صافي الخضره ديالنا واجده. الا عندكم شي خضره اخرى تقدروا ديروها، مثلا البروكولي، الشيفلور، اي حاجه بغيتو ديروها زيدوها. دونك هنا هزيت هذه الخضره كامله اللي قطعت، غادي ندير عليها واحد شويه ديال زيت العود ومليحه والبزار. هادو اختياريين حتى هما، ولكن زيت العود ضروريه يعني باش يتشواو لك في الفران. الملحه والبزار ما بغيتوش ديروهم ما ديروهمش، لان غندير واحد لا ماريناد ابخي فيها حتى هي البزار والملحه. صافي غنخلط هاد العناصر كامله. البصله ما درت ليها والو صراحه، لان عارفه غادي نخلط كلشي ابخي. هادشي ما كان، جبت واحد لاطه ديال الفران درت فيها البابي كويسون وغادي نستف فيها داك الخضره كامله. بغيتو تخلطوها كامله خلطوها، بغيتو تخليو كل خضره بوحدها خليوها، انا صراحه تنخلط كلشي. بالنسبه للروز كما قلت لكم هذا روز بسمتي. هنا ايناس دارت واحد جوج ديال الكيسان ديال الروز، كيسانه العنبه، وغادي تزيد عليهم نص كاس ديال الروز كومبلي. انا سناخذ هذه الماركه، هذه راه زوينه الروز كومبلي، تنخلطها مع البسمتي اختياريه، ما عندكمش ما ديروش. يعني بحال دابا هنايا عندنا جوج كيسان ونص ديال الروز. ايوا لا غنمشيو نضربوا لهم واحد الغسله مزيانه. من بعد ما قطرناه غادي ناخذ واحد الكاسرونه غادي نديروا فيها شويه ديال زيت العود، وغادي نديرو فيها واحد جوج دريصاص ديال الثومه هكا صحاح، جوج وريقات ديال سيدنا موسى. نحركوهم واحد شويه على ما تغلى لينا داك الزيت، اي واحد شويه باش ما تحرقش لكم الزيت. صافي وغادي نخويو هذاك الروز، نخلطو هذوك العناصر كامله. دابا تنعاود لكم انا بالفم ديال ايناس. من بعد غادي نزيدو شويه ديال ليزارب دو بروفونس، اللي ما عندوش يدير الزعتر، اللي ما عندوش ما يدير والو. شويه ديال البزار مليحه، وضامه البنه اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يستغنى عليها غير زيدو مليحه. وخلطوا هادشي كامل وسخنوا لي واحد شويه الماء. بالنسبه للماء ثلاثه الكيسان ونص ديال الماء، لان ما غتزيدوش الماء ابخي، هذا الماء اللي درتو هو اللي غادي يطيب فيه. دونك دابا غادي تديروا اقصى درجه ديال العافيه وتخليوه حتى يغلي، ابخي غتنقصوا حتى لاخر اقل درجه وتسدوا عليه لمده 17 دقيقه. بالنسبه للماريناد ديال الخضره، هنا واحد شويه ديال زيت العود، غادي نعصروا عليه واحد شويه ديال الحامض، نقدروا نقولوا جوج معالق كبار زيت العود وجوج معالق كبار ديال عصير ديال الحامض، على حسب عاوتاني لا كونتيتي ديال الخضره اللي عندكم. هنا عندي البيرسيل المجفف، تقدروا نتوما ديروا قزبر ومعدنوس ولا هكا يعني في الثلاجه. دو توت فاسون راه غادي نزيدو غير حتى تعطي مذاق زوين. غادي نديرو شويه ديال ليزارب دو بروفونس، انا كلشي تنستعمل فيه ليزارب دو بروفونس، تعجبني المذاق ديالهم ولا الزعتر. شويه ديال الثومه بودره، شويه
شويه ديال الكمون، الملحه، البزار. الا كنتو ديري البزار ديجا في الخضره ردوا البال يجيكم حار، دونك بلا ما ديرو عاوتاني دابا. ولا كنتو تبغوا الحار ديروه. وغادي نزيد عاوتاني انا شويه ديال القزبر ومعدنوس، هذا اختياري، بغيتو ديروه ما ديروش، انا درت انا مجفف، ولكن انا بغيت نزيد حتى هذا تعطي شويه ديال لا كولور. هادشي ما كان ديال ماغينا هذا البنات. دابا غير طيب الخضره ديالي، ها هي جبتها من الفران. ملي تطيب البنات راها تتقلال، يعني الا كنتو باغيين كونتيتي كبيره غير نقيو بزاف ديال الخضره حيت هي راها تتقلال في الفران. صافي غادي نخلط كلشي في هذيك لا ماريناد وها هي واجده. المهم راه تجي شي حاجه زويونه بزاف، غير جربوا على حسابي. وكيف تتشوفوا من بعد ما داز 17 دقيقه حلات ايناس على الروز. غادي نديروا ليه هاد السيرفيات، طفينا عليه البوطه بيان سور، غنحطوا عليه هاد السيرفيات ونغطيوه بالغطاء ديال الكاسرونه ونخليه 5 دقائق عاد نقدروا نحطوه. صافي هنا غنبدا دابا الدغيساج، حطيت السلطه ديالي في الطبيصلات. وبالنسبه للروز هانتوما البنات راه تيجي زوين بزاف، ما ملصق ما حتى شي حاجه، وحده تجري على خصها. هانتوما تيجي زوين بزاف هاد لا غوسيت هادي، هادي اختراع ديال ايناس. وصافي البنات دابا غنبدا نوجد الغدا ديالي. نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم يكون عجبكم البنات، وكيف العاده ما تنساونيش من لايكات زويونين ديالكم، واللي مازال ما اشتركتش معايا في القناه مرحبا بها، ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا داك الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وتنبغيكم بزاف بزاف بزاف، تهلاو فراسكم وبسلام عليكم.